روان انا تقريبا لي 6 سنين في المشروع. ولانه بيجيبوا لي الفراوله بتاعتي. هاتوا الفراوله بسرعه يلا. غاده بتستنى. هشكل على السريع يعني ان شاء الله. يلا. قد ايه لك بالمشروع؟ 6 سنوات. ما شاء الله يعني ما شاء الله عنك. عندي صفحتي. انت بتعملي تواصي؟ بالبيت. يا سلام يعني. اللي عنده عيد ميلاد يا جماعه بنصحكم توصوا من عند هبه. شو اسم صفحتك؟ دوناتيلا كب كيك. دوناتيلا كب كيك. الله يوفقك صراحه يعني فنانه صح؟ طبعا فنانه مبدعه. برافو عليك كثير. كتاكيت الحيوانات صراحه متقنين يعني. طبعا حشوات الكيك انت بحسب شو بحبوا هم. بتعملي شو عندك حشوات يعني. بالعاده ايش بتعملي انت مميزه؟ في عندك النوتيلا الفريرو روشيت شوكولات شوكولاته شوكولاته فانيلا برضه فواكه وهيك اشياء بتعملي فواكه اكيد. طيب يلا اكثر شيء الشوكولاته بيطلبوها يعني. شوكولاتات الناس بتحبها اكثر شيء بالبسكوت شيء بشوكولاته الدهن هاي القصص كلها بتكون كتير زاكية. هلا بنعمل أول شيء البطن الباندا. الباندا باندا مميز كمان صراحة. بعدين بدنا نعمل رأس الباندا. عاملة أشكالهم حلوة قوي يعني محلي كتاكيد. الأسد ومحلي القرد ومحلي أقرب للأطفال أكثر للألعاب رح ينبسطوا عليهم. هذا كله طبعا عجينة سكر. أكيد كله. يا سلام. هلا طبعا الرأس بده يكون تقريبا مناسب حجمه مع حجم الجسم بس نتأكد انه من الحجم بعدين نتركه شوي على جنب نعمل الاطراف لل حلو ايدين والرجلين بس ضروري ندعك هالعجينه كثير منيح طبعا عشان ما تكسر وتنشف معنا اها يعني بعد ما نشكل المجسم ونتركه ينشف ما في مشكله حلو بس المهم ايش اكثر اشياء بتنطلب منك هبه؟ هلا اكثر شيء بعمل ثيمات الاعياد الميلاد للاطفال يعني خاصه الاعمار اللي هو من سنتين او سنه خلينا نحكي اكثر شيء سنه لخمس ست سبع سنوات هدول اكثر شيء بحبوا الثيمات الثيم تعينك حلوه مميزه طفوليه كثير حلوه طفوليه بشتغل كيكات اعراس بعمل كيكات اي مناسبه ثانيه يعني حلو خطبه عرس شاور بارتي بيبي شاور كله بتعملي لهم بالضبط بس اكثر شيء ثيمات الاعياد الميلاد معناته بانه اسمك كمان دوناتيلا كب كيك لكان انت بتعملي اشياء كب كيك كمان بعمل انا شوفي مش بس قالب كيك باكيج كامل كل شيء بتعملي يعني بعمل نفس الثيم كيك بوبس دونات كب كيك كوكيز كله نفس الثيم والشكل الكيكه بالضبط الله يعطيك العافيه مبدعه الحقيقه ان شاء الله دائما بالتوفيق طيب سريعا يا هبه حبيبه قلبي هلا انا رح اعمل الاطراف على السريع بس هي الباندا على فكره اسهل انت اخترتي شيء سهل بتخيل صح اسرع شيء هدلاك في اصعب شيء اسرع شيء اسرع لانه الباقيين حس التفاصيل مثلا زي الاسد بده شوفي قد ايه تفاصيل العينين طبعا هذا الشعر تاع الاسد انا رح اركبها على الكيكه مباشره انا هيك بفضل بس بدي شويه مي بتقدري تقدمي ايدك هيك لقدام عشان الكاميرا تقدر تجيب اكثر التفاصيل اللي عم تشتغليها مين دعمك هبه؟ مين بتحسي حدا دائما معك؟ الحمد لله رب العالمين يعني انا اهلي وجوزي وبيت حماي كلهم واقفين معي الحمد الله لله يعني كلكم خلي لي الحمد لله رب العالمين لا مش ملاح يعني وقفوا معي كثير ما شاء الله ما شاء الله حلو وعايزه اي مساعده قولي لي بساعدك تسلموا شكرا يلا احنا بدنا نظبط الاطراف انه من جهه بيكون سميك شوي الجهه الثانيه الرفيعه عشان نحط الاطراف ايوه اوكي بدك نساعدك نحن اسرع اوكي اعمل لك اي حاجه عايزه قولي لي اليوم يا غاده تعرفي عيد ميلاد مين اليوم عيد ميلاد زميلنا ليث مجالي زميلنا السابق طبعا هو اكيد اخ عزيز ليث مجالي بنقول له كل عام وانت بخير وبصحه وبسعاده ان شاء الله دائما ايامك سعاده وهنا ويهنيك مع عيلتك ان شاء الله شخص جميل اكيد جميل رائع تمام هاي الفراوله شايفاها بس مش عارفه اوصل لها ولا شيء يا سلام ايه شو حلو بدا يبين هلا ما شاء الله شو سريعه هلا شوفي هو بصراحه بده بس انا مستعجله لانه فيش وقت لا معلش بس انه شوي انزنقنا بياخذ وقت ولازم يعني انا بدقق كثير على الاطراف وعلى الشكل لازم يكون واضح كله متناسق مع بعض واضح ابهرتينا اليوم الحقيقه ابهرتني بالتفاصيل الحلوه
انا شوفي الكيك بعتبره لوحه فنيه يعني طبعا طبعا انا إيه هوايه صح. صراحه عندي طبعاً. مش انه يعني مزبوط متخصصه في الديزاين اكثر شيء 100% ما شاء الله عليكي صراحه ابداع لا قبله ولا بعده ابداع برافو فبدأ كثير بالتفاصيل الصراحه يعني خاصه الزبون لما يبعث لي او الصبيه تبعث لي صوره كيكه معينه يعني هي بتنصدم انه طلعت احلى ما هي احلى ما توقعت ان شاء الله عليكي ان شاء الله الحمد لله يعني حبيبتي لاني كثير بهتم بالتفاصيل حلو اذا بتحبي شغلك كمان اه كثير صراحه اللي بيحب شغله بيبدع فيه صحيح. لازم تدعموا هبه وتعملوا لها فولو على صفحتها تشوفوا الاشكال الحلوه بتصوري الكيكات على صفحتك صح بتعمليها عندي صفحه عندها. على الفيس وعلى الانستغرام حلو فيسبوك وانستغرام دوناتيلا كب كيك دوناتيلا كب كيك هلا انا بعمل تاج كمان عندي على البيج عشان اذا حدا بحب عندي على انستغرام اذا حدا بحب يروح يشوف شغلي كله على الانستغرام ان شاء الله هلا بلشنا نعمل تفاصيل الراس بس بشكل سريع اوكي هي خلصت عموما اذا بتعطونا دقيقه زياده معلش مش ضايل يلا بس دقيقه واحده هلا عشان هيك تكمل الباندا اللي عملته هبه كتير حلو كتير كتير مرتب اوكي يلا اوكي هاي عموما احنا كمان خلصنا هاي اخر 30 ثانيه شكرا يا حبيبتي يا هبه مش واضح معي الصراحه بالضبط بدعتي لا يعني هو مبين لا انا بالنسبه لي واضح انت طبعا اكيد يعني لسه بده تفاصيل بده تفاصيل بس كمان بس حلو وضحت الصوره يسلموا ايديكي شكرا كثير كثير كملي على ما انا اشكر غاده شكرا لك يعطيك الف عافيه على البلاترز الحلوين كثير عم نستنى الخميس لنشوف الاشياء الحلوه اللي عم تعملها اللوحات الفنيه اللي كمان غاده عم تعمل لنا اياها كل خميس يسلموا ايديكي وعينيكي هبه مسعود بنحب دائما يكون بمطبخ رؤيه مبدعين زيك بننبسط بوجودك بنتشرف بوجودك معنا وبنتمنى لك كل التوفيق حبيبتي نتمنى نشوفك دائما ان شاء الله ان شاء الله اهلا وسهلا فيك حبيبتي اهلا فيك